آدم اصحى يا آدم. هشام بيه وداخل لك لوحدي، مرضتش أخلي حد من اللي بره يدخلوا معايا. ما تفكرش وما تخلينيش أعمل حاجة أندم عليها. اسمع يا آدم، يا ده أنت في أدلة كتير بتبرأك، اسمع كلامي، سلم نفسك علشان يحققوا معاك وتخلص من الورطة الهباب اللي أنت فيها دي. الظاهر يا باشا إنك ندمت إنك سبتني أمشي المرة اللي فاتت، الظابط اللي جواك غلب إنسانيتك. بالعكس، أنت مش فاهم أي حاجة. يا آدم ما تنشفش دماغك، ما تبقاش عنيد، امشي شوية مع الطيار. يا باشا اللي بيمشي مع الطيار السمك الميت، إنما أنا قلبي حي ولسه بيدق. عارف، عارف يا آدم، وأنا كمان قلبي حي وما يرضلكش إنك أنت تتظلم أبدا. يا آدم ثق فيا، ثق فيا، وزي ما قلت لك المرة اللي فاتت، الكلام اللي أنت هتقوله هو اللي أنا هقوله، هو اللي هتاخد بيه المحكمة. ثق فيا يا آدم، ثق فيا. تحلف؟ أنت في بيت ربنا. ما تخافش. والله العظيم تلاتة، والله العظيم، الكلام اللي أنا هقوله هو اللي أنت هتقوله، هو اللي المحكمة هتاخد بيه، ومش هسيبك يا آدم، وأوعدك مفيش حد هيلمسك، وخد ده قسم عليا. هيا يا آدم، قلت إيه؟ وأنا مصدقك يا باشا. أعلن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية أنه قد تم القبض على الإرهابي آدم أمين عبد الحي. جاء ذلك بعدما وصلت معلومات من الجهات الأمنية المختصة بأن الإرهابي كان يختبئ بمدينة الأقصر. قبضوا عليه، قبضوا عليه. استر يا رب. انا لازم اروح له، ما ينفعش اسيبه لوحده. ما ينفعش تروحي له اساسا يا نانسي، واهدي شويه، بروحك ليه هيفيد بايه؟ ولا حاجه. انا ممكن اروح له من زاويه ان انا من جمعيه حقوق الانسان واخده محامي معايا. عين العقل يا ابني، ادم دلوقتي محتاج للي يدافع عنه بشكل قانوني. انا هروح، انا هروح. ما تخافيش يا حبيبتي، ما تخافيش، دي طرف بسيط في القضية وبرأة مضمونة بإذن ربنا. أنا مش خايفة على نفسي، أنا خايفة عليه هو اللي يتظلم، وحاسة إن أنا متكتفة، الإحساس ده هيجنني. هذا وقد أفادت الجهات الأمنية بأنه قد بدأ التحقيق مع الإرهابي المدعو آدم أمين عبد الحي للتعرف على باقي أفراد الخلية، وينتظر أن يتم القبض عليهم في أسرع وقت ممكن. وسوف نوفيكم بالمزيد من المستجدات في أشهرنا اللاحقة. يا لهوي، قبض عليك يا ضنايا، قبض عليك يا أخويا. قلبي عندك يا صبرا أختي. شفت اللي حصل يا خالو؟ شفت يا بطل، الناس بره ما بتتكلمش إلا في حكاية آدم عبد الحي الإرهابي اللي مسكوه. ابني بريء، ابني عمره ما كان إرهابي أبدا. آدم مظلوم، أنا متأكدة إنه مظلوم. أنا هدور عليه لغاية ما الاقيه وأجيب له أكبر محامي في البلد. بجد يا عامر؟ طبعا يا صبرا، آدم ده ابني. ربنا معاك يا آدم، هيوقف لك ولاد الحلال يا رب يا رب. آدم أمين عبد الحي، طالب في سنة رابعة بكلية الآداب قسم اجتماع جامعة القاهرة، بتعمل كسائق ديليفري لتوصيل الطلبات للمنازل، السن 28 سنة، ومقيم في بولاق أبو العيلة. آدم، أنت متهم بقتل شخص أمريكاني على أرض مصرية وسرقته والانتساب لجماعة إرهابية دولية، إيه رأيك في الكلام ده يا آدم؟ باشا الكلام اللي حضرتك قلته ده ما فيهوش حاجة صح غير بياناتي وان انا قتلت فعلا. يعني انت يا ادم بتعترف بقتل الامريكاني؟ ايوه يا باشا بعترف،
بس هو اللي كان عايز يقتلني الاول وانا كنت بدافع عن نفسي. يعني هو كان عايز يقتلك وانت كنت بتدافع عن نفسك؟ ده على اساس يروح امك ان احنا لقينا جثته مرميه في الحمام بتاع بيتكم جنب الكبانيه؟ لا يا باشا، على اساس انكم لقيتوا جثته جنب دولاب السلاح بتاعه في فيلته. ايه اللي وداك هناك؟ كنت بوصل طلب. طلب ايه؟ بيتزا. الكلام ده كان حوالي الساعة كام؟ 8:30. كنت فين قبلها؟ المحل. ادم انت متعود تلبس ساعة؟ لا يا باشا. امال عرفت انها 8:30 منين؟ من الميعاد المكتوب في الاوردر. بقالك قد ايه بتشتغل في المطعم؟ اسبوع يا باشا. وقبل كده كنت بتشتغل فين؟ في محل اسمه طلبك كبابجي. وسبته ليه؟ عشان صاحب المحل اشتغل. ريتشارد هو اللي فتح لك لما وديت الاوردر؟ لا يا باشا. امال عرفت منين ان الامريكان اسمه ريتشارد؟ من الجرايد والتلفزيون. امال مين اللي فتح لك؟ سمعت شرف. مين اللي فتح لك؟ الباب كان مفتوح. كان في حد معاه جوه؟ كان في حد معاه جوه؟ لا يا باشا، كان لوحدي. تجسي علينا ولا ايه؟ فاكرنا عيال صغيرة؟ ده انت كلب مالكش دية، تربية مرتشي ابن 60 كلب. ما البركة يا باشا في اللي خلونا كلاب ملهاش دية مرتشيين، واللي خلوا ابن كلب زي سعادتك يعمل فينا كده. حيات أمك يا آدم يا عبد الحي، لعلقك وأخليك عبر كل من يفكر يقف وش الرسمة. آدم أنت كنت بتعترف إنك أنت قتلتها. لا من فضلك اطلع بره. أنا مكاني مش هنا. مش هنا. يعني دخلت كلية الشرطة عشان أدافع عن حقوق الناس. مش عشان أهدر حقوقهم. يا رب. ادخل. مساء الخير يا هشام بيه. تعالى يا باشمهندس. ها وصلت الحاجة؟ الريكفر تم بنجاح. والفيديو أهو. الحمد لله الحمد لله، اخيرا بقى عندنا دليل براءة ادم. ايه ده؟ فين بقيه الفيديو؟ بقيه الفيديو باظ، بس الحمد لله احنا حصلنا على الجزء ده. برافو عليك يا باشمهندس. سيف باشا، انا طلعت صح يا باشا. واحساس اللي سعادتك قعدت تتريق عليه طول الوقت هو اللي انتصر في النهايه. ايه التخريف اللي على الصبح ده؟ ده مش تخريف سعادتك، دي الحقيقه اللي سعادتك مش عاوز تصدقها. بس يمكن لما تشوف الفيديو ده تتاكد وتسلم ان انا اللي طلعت صح. ايه ده؟ ده فيديو الجريمة اللي احنا بندور عليه. لقيته الهارد؟ لا، دي نسخة من الفيديوهات اللي كانت على الهارد. نسخة الفيديو؟ ايوه، بس جريمة واضحة قدام سعادتك انها جريمة دفاع عن النفس مش جريمة ارهاب. وانا ايش ضمن لي بقى ان الفيلم ده مش ملعوب فيه؟ ملعوب فيه ازاي؟ ده فيديو، فيديو يعني صورة حية، هيتلعب فيه ازاي؟ هشام، في ناس أدرى مني ومنك في الحاجات دي، وما تنساش إن آدم عبد الحي
منتمي لمنظمة إرهابية، يعني بالنسبة لهم الموضوع ده في منتهى التفاهة، يعني يلعبوا في الفيلم ويعملوه على مزاجهم عشان يفشكلوا لنا القضية ويطلعوا الواد براءة. هم اللي معترفين إن هم اللي عاملينها، ده بيفتخروا بده وبيعتبروه شهيد، دول ما صدقوا. أنا بقى مش مصدق ومش هصدق إلا لما يجيلي الهارد المفقود في محضر المباحث، غير كده مش هعترف بأي حاجة. يا باشا الجريمة كلها متصورة قدام سعادتك، عدم وجود الفيديو أكبر دليل على إن الفيديو ده مصور. ما أنت على هنا، البت اللي اسمها نانسي اللي أنت أقنعتني وخليتني أروحها مش جات هنا واستجوبناها وكتبت عليك وعليا؟ البت دي زي ما سعادتك عارف مسيحية، تقدر تقولي ازاي واحدة زي دي ممكن تتعاون مع إرهابي إسلامي متطرف؟ كلهم إرهابيين يا حبيبي، الإرهاب ملوش لا وطن ولا دين. ايه يا شمبي انت مش من هنا ولا ايه؟ لو التدليس والظلم وإهدار حقوق الناس بقى هما اللي بيحكموا هنا يبقى انا يا باشا ما يشرفنيش اني اكون هنا. هشام انت ازاي تكلمني بالطريقه دي؟ امال عاوزني اكلمك ازاي وانا شايفك ظالم وبتظلم بريء وقدامك دليل براءته مش عاوز تعترف بيه؟ باشا انا ممكن اسالك سؤال؟ هو سعادتك بالليل بيجي لك نوم؟ يعني بتنام مرتاح البال؟ وبالنهار كمان يا حبيبي وبشخر. الفيديو ده لا انا ولا انت اللي هنفصل فيه، ده لازم تعرض على خبير هو اللي هيحكم ما بيننا. وبعدين بقى خلينا في المهم، البت اللي اسمها نانسي دي يطلع لها قرار اعتقال وتعتقلها دلوقتي.